السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من تواصل دوت كوم. نعرض لحضراتكم أبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، والبداية من العناوين. في عنواننا الأول: استمرار انتشار الحرائق في حقول الحنطة بمحافظات عراقية مختلفة، وتأكيدات من المزارعين أن الحريق بفعل فاعل. في العنوان الثاني: استمرار الخلافات داخل التيار الصدري بعد انشقاق عدد من أتباع الصدر عنه، وفوضى يثيرها أتباع الصدر في العراق. في العنوان الثالث: المجلس الأعلى لمكافحة الفساد في العراق يدعو الجهات والأشخاص إلى تقديم الأدلة على اتهاماتهم للمسؤولين في وسائل الإعلام. وفي العنوان الأخير لدينا: انتقاد من أهالي البصرة لإدارة المحافظة بعد قرار إزالة الحجر المقرنص وتغييره بالبساط الصناعي. أهلا بكم. تستمر الحرائق التي تطال محصول الحنطة في عدد من مناطق أو مدن العراق، حيث امتدت الحرائق المفتعلة في مئات الدونمات بمناطق مختلفة، وأغلبها كانت بفعل فاعل وتخريبي بحسب ما ذكر المزارعون. فنشاهد. تم رصد واحتراق 200 دونم من الحنطة في مدينة جلولاء بمحافظة ديالى، حيث تم تبليغ مفارز الشرطة بالحريق وأنه حدث بفعل فاعل، لكن محاولات السيطرة عليه لم تنجح، مما أدى إلى احتراق أغلب المحصول. فنشاهد. رئيس جمعية الفلاحين في ناحية قرى تبة بمحافظة ديالى قال إن في ناحية قرى تبة وحدها كانت خسائر مزارع الحنطة 170 دونما بسبب الحرائق. لكم أن تتخيلوا، دعونا نشاهد. تفضل. باسم ناحية قرى تبة، رئيس جمعية الفلاحين في ناحية قرى تبة حسن علي قادر، ناحية قرى تبة تضررت 170 دونم في قرية سالي تبة العوامر، وعندنا قرية ثانية قرية خضران تضررت لحد الآن ما مقدمين طلب على أضرار مالتهم، وعندنا جبل حمرين نيران بي من كل المكانات بس بدون زرع، بس الأضرار 170 دونم زرع، وعندنا منطقة خضران زرع احترق لحد الآن أضرار ما اللجنة ما مقرراش قد محددتها. زين، حنطة كل حنطة زرع حنطة ناحية قرى تبة الأغلب حنطة. زين، اكو هاي فعل فاعل لو شنو؟ الله العالم، عادنا فعل فاعل تخريب، الله العالم، التماس كهربائي ما حد يعلم. طبعا هناك تأكيد من قبل كثير من المزارعين
أن ما حدث لمزارع الحنطة في العراق في مناطق مختلفة من العراق خاصة في مدينة تكريت أول ما بدأت هذه الحوادث رصدت أنها بفعل فاعل عن طريق أجهزة معينة استخدمت من أجل إشعال هذه النار في حقول الحنطة المنتشرة في كثير من المحافظات العراقية، خاصة بعد أن صدر قرار من قبل الحكومة بإقبالها على شراء هذه الكميات من الحنطة من المزارعين. حدث هذا الأمر وتم إحراق هذه الدوانم من الأراضي الزراعية. السؤال: إن كان بفعل فاعل وهناك تأكيد من قبل المزارعين بوجود أدلة على أنه بفعل فاعل، لماذا لا تتدخل السلطة الآن من أجل إيجاد من هو الشخص المستفيد من حرق هذه المساحات الشاسعة من الأراضي الزراعية؟ وكذلك لماذا لم نرى حتى هذه اللحظة هذه اللجان التحقيقية التي تشكل بين حين وآخر؟ حتى في هذه القضية لم نرى لجنة شكلت من أجل متابعة تفاصيل وحيثيات هذه الأحداث والحرائق التي جرت. ويتساءل البعض، هل سنشاهد متهم خلف القضبان يتهم بحريق هذه الأراضي الزراعية الكثيرة التي تمت بفعل فاعل كما قال المزارعون؟ ننتقل إلى موضوع آخر. ففي الوقت الذي تداول فيه الناشطون صورا للنائب عن التيار الصدري عواد العوادي وهو يقف لوقت طويل تحت أشعة الشمس ينتظر إذن الدخول إلى مقتدى الصدر، تجمعت عشيرة العواودة في محافظة بابل ووجهوا رسالة إلى مقتدى الصدر طالبوا بها إبداء موقف منه بخصوص ما تعرض له النائب السابق عواد العوادي من تهجم على بيته من قبل أنصار التيار الصدري. هي مجموعة صور، دعونا نشاهد مشاهدينا الكرام. هذا النائب عواد العوادي، هذه صورة التقطت له وهو ينتظر إذن الدخول لمقابلة مقتدى الصدر كما تلاحظون أحد الحراس. ليلة الخميس ليلة العاشر من شهر رمضان المبارك، إلا حدثا قاسيا وتصرفا لا مسوغ له، وصدرت كلمات من المتظاهرين عند بيت السيد عواد العوادي مؤلمة لا تقال لمثل هذا الرجل المحب لوطنه والمخلص لمنهجكم ولمسيرة احترام الإنسان سماحة السيد قائد الإصلاح دام عزك، يرجى منك موقفا واضحا منصفا لابنكم السيد عواد العوادي الذي تم تكليفه من قبلكم شخصيا بمهام عديدة وقام بإنجازها بكل جدارة وأمانة، وتم تكريمه من قبلكم مشكورا. ونجد في هذا التجاوز الذي حصل على السيد عواد العوادي هو تجاوز على كل هذه القبيلة السادة العوادة. هذه كانت رسالة من قبيلة أو عشيرة العوادة إلى راعي الإصلاح مقتدى الصدر. بعد 16 عاما ما الذي أصلحه مقتدى الصدر؟ هو ومن معه؟ يتساءل متابعون للشأن العراقي، ما الذي قدموه هؤلاء؟ كان عواد العوادي أو مقتدى الصدر زعيم هذه المجموعة أو غيرهم من زعماء المجموعات المختلفين الآخرين إن كانوا أحزاب أو ميليشيات، ما الذي قدموه؟ كل واحد منهم يتحدث عن أنه راعي الإصلاح وهو الذي سينقذ هذه البلد أو هو الذي أنقذها من الخراب الذي دخلت به أو النفق المظلم الذي دخلت به. كل واحد منهم يتحدث عن إنجازاته، لكن الشارع يرى ويتابع حقيقة هذا الإصلاح وهذا الإنجاز الذي يتحدث عنه المسؤولون بين حين وآخر أو التي يطلق على بعضهم من قبل أتباع لهم. تمعنوا بالشارع العراقي وتمعنوا بعدد الفقراء والأيتام والذين يأكلون أجلكم الله من النفايات والمزابل، ستعلمون حقيقة هذا البلد وحقيقة الفساد والخراب الذي وصل إليه. راعي فساد، راعي إصلاح، كلها رعاة، لكن
هل قدم إصلاح حقيقي في هذا البلد؟ الجواب هو بالطبع لا، لأن الأمور مفضوحة الآن وموجودة في العراق، وللجميع بإمكانهم أن يشاهدون وأن يروا. في نفس الموضوع نبقى، لقطات من دخول متظاهرين تابعين للتيار الصدري إلى منزل مدير كتلة الأحرار جواد مكتوف في محافظة واسط، فنشاهد. لا يمثل هؤلاء بحسب متابعينا للشأن العراقي وكذلك نشطاء تابعنا تعليقاتهم على مواقع الفيسبوك وغيرها من المواقع التي انتشرت في هذه المقاطع، لا يمثل هؤلاء إلا همجية الحزب الذي يأتون منه أو الجهة التي يأتون منها، إن كان مقتدى الصدر أم غيره. الطرق التي تعاملوا بها مع من اتهموا بالفساد ضمن التيار الصدري طرق لا تنم إلا عن تخلف وجهل وتخريب. أحرقت مولات أو أحرقت مناطق أو اقتحمت هذه الجموع بيوت أو دمرت أو كسرت. إن كان هناك فاسد من المفترض أن يكون هناك قانون يحاسب هذا الفاسد، يأتي به إلى المحكمة، يعاقبه وفق القانون، ثم يحاكم وفق القانون كذلك، لا أن يرسل مجموعة من الناس بعصيهم أو بأسلحتهم الرشاشة ويقتحموا منازل ويقوموا بحرق مناطق وكذلك الاعتداء على أشخاص مهما كان هذا الشخص فاسد أو لا. شريعة الغاب ونظام الغاب هو للأسف مفهوم الدولة الآن في العراق. أخذ حقك بذراعك، هذا هو المفهوم المتعارف عليه الآن في زمن الميليشيات. المجلس الأعلى لمكافحة الفساد في العراق يدعو الجهات والأشخاص إلى تقديم الأدلة على الاتهامات الموجهة للمسؤولين في وسائل الإعلام. هذا ما نشرته صفحة عادل عبد المهدي الرسمية من اجتماع مجلس مكافحة الفساد وتقريره على أن يقوم المبلغ على حالة فساد بجلب الأدلة معه، فنشاهد. رئيس الوزراء، هذه هي الصفحة الشخصية له والرسمية طبعا، وهي هي أيضا التي نشرت عليها هذا الموضوع، نشر موضوع مجلس مكافحة الفساد. هناك غرامة وعقوبة ومقاضاة من قبل مجلس مكافحة الفساد في العراق للشخص الذي يتهم شخصا آخر بدون إثبات. نتابع آراء المواطنين في قضاء المسيب بمحافظة باب الحول الحديث عن الفاسدين في الأحزاب والكتل السياسية وعدم وجود عقاب للفاسد من قبل القضاء، فنشاهد. الشعب انتهى، الشعب الباق كله باقوه هم جماعة الأحزاب، هم كلهم جماعتهم، كشفوهم حاسبوهم، تقولون احنا ما مسؤولين عنهم، حاسبوهم طلعوهم للشعب خلي تحاسبون. زي المجلس نجي المجلس القضاء الأعلى، مجلس القضاء الأعلى من يجيبوا لك انت فاسد، انت شنو ليش ما تحاسبوه؟ ليش ما تحاسبوه؟ ليش تجيبوه منا طلبوه من هاي الباب طلعوه باب الخلفية؟ يعني أول مرة أشوف أنا يجي فاسد بايق الدنيا كلها يطلبوه منا طلعوه منك، ليش عود؟ رمضان كريم علينا وعليكم إن شاء الله. هم وقت الحج كلها تروح تحج، وقت عمره كلها تعمر، وقت عاشور كلها تلطم، وقت رمضان كلها صايمه، اذا منو باقي البلد؟ باقي البلد ابوي. اللهم ينتقم منهم بحق هذا الشهر العظيم، اللهم ينتقم منهم بحق شهر الصيام. ما عندنا غير بس نقول حسبي الله ونعم الوكيل، عليكم. ما يقارب 5 سنين لا 6 سنين نطلع مظاهرات، وقفنا وقفات احتجاجيه، ايش طالبنا احنا غير بالخدمات؟ يقول لي احنا شنو هو كل الشعب اللي طالع على من يطالب؟ يطالب بالخدمات، زين دوله ايش كبرها وجده وعراق واحسن دوله بالشرق الاوسط والفلوس موجوده بكل العالم ما موجوده غير بس بالعراق، شنو اللي حصلناه احنا؟ بس اردفتهم انا شنو اللي حصلناه؟ اكو شارع تبلط، اكو مدرسه انبنت، اكو بنوا لهم مول حلو، اكو سووا لهم شغله، شلون احنا منا وبنجونا الاحزاب هاي صارت 8 سنين الى 12 سنه شعله وبهات بهاتنا شعله ونحشي نقول عمي سبب دمار البلد هذول الاحزاب، باقوا البلد الاحزاب، دمروا البلد الاحزاب، ولا كان يا رئيس وزراء، لا رئيس وزراء يحاسب، لا وزير يحاسب، لا جبنا مسؤول هسه تريدك مسؤول يجيبوه ذبوه بالسجن ماكو، اللي بايق لك لين يحكموه 15 سنه واللي بايق له مليارات يطلعوه، بالعكس كله بالعكس هذا البلد قام يمشي، هسه خلي سووا لهم خطوه، هسه احنا من نحاسب شخص، احنا من نحاسب شخص، شنو الفائده نقول عليه فاسد؟ احنا شنو فاسد؟ هذا فاسد اجيبه صلبه، اجيبه عدمه، هسه مو بايق الملك كله، مو بايق البلد كله، شنو الفائده انا والله هذا فاسد اليوم وراح اتقبط العيطه عليه، هذا لما اجيبه اسوي صلبه قدام العالم واسوي عبره.
مواطن عراقي أو مواطنون عراقيون في بغداد عبروا عن استيائهم من قرار المجلس الأعلى لمكافحة الفساد في العراق بمقاضاة الأشخاص الذين يوجهون اتهامات علنية بالفساد إلى بعض المسؤولين. دعونا نشاهد. مو غريبة على حكومتنا ولا على شعبنا هاي المخارج الغير قانونية والغير إنسانية لكل القوانين اللي تمس السياسي. طبعاً منظومة مع الفساد منظومة مركبة بشكل غريب عجيب بحيث ما يخر منها المي، بها حلول وبها أسباب وبها مسببات، والحلول بالنسبة لهم كلش سهلة. فتلقي مسؤول سارق في مليارين ثلاثة يحكم سنة مع واقف هذا التنفيذ، طفل باقي لباكيت فينيكس يحكم 10 سنين. فهذا بمثابة رصاصة رحمة بين الشعب حتى يفتهم بعد هاي الحكومة ما راح تجي حكومة أتعس من هاي، بل يكون أتعسين. ما أعتقد يعني هذا الموضوع راح يسوي فد شيء غريب بالشعب. الشعب يعرف كل شيء. الشعب العراقي انفتح بالتيزاب قبل شان فتح باللبن، هذا مو فد شيء غريب. بس أنا أتعجب على السياسيين وعلى وسائل الإعلام وعلى المراجع الدينية، شلون تسكت عن هذا الشيء؟ يعني واحد يقول لك أنا حرامي وغصبا ما عليك راح أبوك، وراح أبوك أكلك وشربك وأطفالك، وإذا أنت تبلغ عني أقتلك. لكم التعليق. وتذكروا حديث بعض النواب الذين ظهروا في وسائل الإعلام وتحدثوا عن فساد نواب آخرين وسرقات نواب آخرين وبأدلة يمتلكونها هم، واعترافات كانت مصورة وبثت على الهواء مباشرة على كثير من المحطات الفضائية العراقية، وأخذت مقتطفات وما زالت موجودة حتى هذه اللحظة على الإنترنت. يعني مجلس القضاء الأعلى أو القضاء أو الفساد أو أي جهة حكومية رسمية تسير في شأن المتابعة والملاحقة القانونية بإمكانها أن تستعين بهذه التسجيلات والمقاطع لإخراج عشرات ربما مئات من الفاسدين المسؤولين الفاسدين الموجودين في العراق. في محافظة البصرة موضوع آخر، تم رفع الحجر المقرنص من الأرصفة وفرش السجاد بدلا عنه، ما جعل العراقيين يطرحون تساؤلات عن مدى قدرة السجاد على مقاومة الأجواء في محافظة البصرة. فنشاهد. تحية طيبة. طبعا هاي تمثال مال الشركة في تقاطع الجزائر، جاي يشوفون الرصيف شلون قاطعينه. الشركة هاي الشركة شنو جزارته شلون قاطع الرصيف بالكامل، مسوي اعلان للشركة، ايضا بالجانب هذا والجانب الثاني. شنو منجزات هاي الشركه؟ طبعا منجزات هاي الشركه سوت هاي الجوته الخضراء مدري زوريه، هاي الخضراء بدار الرصيف شالوا الرصيف وحطوا هاي الجوته الخضراء اللي بعد 5 اشهر مدري 6 اشهر تنشال ولزقوها تلزيق. هاي منجزات هاي الشركه وسوت لها تمثال الشركه قاطعه بيه الرصيف. هاي رساله الى بلديه البصره ومدير بلديه البصره ان يشوف هاي المهزله، مهزله الشركات. قاطعين شارع كامل، رصيف كامل قاطعينه منا، شوفوا منا هذا جاي على مود حاطين محتفلين، حاطين هاي الزورية الخضراء حاطينه محتفلين بيها. تحياتي لك. ناشط من محافظة البصرة سخر من قيام حكومة البصرة المحلية من رفع الحجر المقرنص من شوارع المدينة. فنشاهد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأخيراً لقيت اللي يطيح حظ البصرة من 2018 لهذا اليوم، وهو متسول تارس الشوارع البصرية، وإحنا حالياً بشارع التجاري. قضيت راح حاسبون على الوادي الوادية. قضيت هذا، شوفوه هذا السرسري الفاسد ابن الفاسد. ولك ارتاحت البطالة باعيناها، المستشفيات فارغة ما فيها دواء بسببك، وهم ما عدلناها الأمور، الاحتياجات البصرية كلها ما عدلناها بسببك. راضي يا المقرناص؟ ها؟ راضي؟ عمي راضي، باعونا؟ تقول أنا راضي. تارس شارع البصرة ترس هذا المقرناص. راضي عليكم يا حكومتنا المحلية، ونشكركم وأشكركم باسم البصريين بصورة عامة. المقرناص راضي ومقتنع بيكم، وشكرا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي رامي السكيني وجه رسالة إلى المجتمع الدولي باللغة الإنجليزية،
هذه الرسالة أثارت موجة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي. السبب؟ دعونا نشاهد. كان الخطاب للمجتمع الدولي speak English. I address the international community and United Nations. The United States, Israel and allies have committed horrible war crimes against the community in Iraq in 1981 and 2003, which killed hundreds for thousands by using depleted uranium. So we worked on a bill that would bulge to United States and their allies to compensate for the damage caused by this hours. Thank you very much. دعونا نشاهد التعليقات التي جاءت على هذا الموضوع. مصطفى يقول بالله هاي الشباب الحلوة لغتهم فلوينت وقاعدين لا شغل ولا عمل، والحكومة تجيب أشخاص كل شيء ما يعرفون وتخاطب العالم، هذا إذا افتهم العالم أصلا. مصطفى يقول هاي نتيجة الانتخابات ومن انتخبهم مسؤول على إيصالهم لهذه المناصب. في تعليق آخر حازم يقول في هذا المنصب على المتكلم أن يكون متمكن من اللغة حتى يقدم خطابه أو يقدم خطابه أو خطابه حسب المقصود. سارة تقول حكومة كلها دمج وهذا سبب وضع الشخص غير المناسب في المكان الغير مناسب له. وفي التعليقات أيضا عبد القادر يقول يعني العراقي والله يحس بالخزي من يطلع مسؤول عراقي مختص بالشؤون الخارجية ويتحدث بلغة ضعيفة جدا، شنو البلد خلصوا بالكفاءات؟ وآخر التعليقات لدينا مشاهدينا الكرام، مؤيد يقول خطاب موجه للمجتمع الدولي وبهذه اللهجة الركيكة اللغة، هذا ما أوصلته الحكومة والسياسيين للعراق وتمثيلهم الخارجي. أعود وأكرر مشاهدينا الكرام، وهي قصة ربما طرحتها كثيرا وطرقتها كثيرا لكني كنت محظوظا أن أشهدها في يوم من الأيام، وهي ذهاب شخص أمي التقيت به بالصدفة وكان يطلب المساعدة. كان مبعث من العراق ليعمل في القنصلية الخارجية في القنصلية العراقية في مدينة غازي عنتاب التركية. هذا الشخص تخيلوا معي مشاهدينا الكرام، أو يعني هذا الشخص مهما كان هو بحديثه اعترف أنه أمي لا يستطيع القراءة ولا الكتابة لأنه كان يبحث عن مدخل الطيارة ولم يستطع قراءة ما كتب على لوحة السفر. هذه النماذج التي ترسل إلى الخارج أو التي تمثل أو التي تعمل بتمثيل العراقي بالمحافل الخارجية يكونون بهذه الركاكة وبهذا الأسلوب الرديء. ويعني إبراهيم الجعفري مثال، طبعا هو يعتبر الأب الروحي لهذه الشواذ في وزارة الخارجية العراقية. نراكم بعد قليل. أهلا بكم. السفارة الأمريكية، هذا هو الوسم الذي تفاعل معه النشطاء على موقع تويتر، والسبب هو موضوع قصف محيط السفارة الأمريكية في بغداد. رنا تقول إذا كانت الحكومة العراقية لا تعلم الجهة التي ضربت مبنى السفارة الأمريكية فتلك مصيبة، أما إذا كانت تعرف فالمصيبة أعظم، لأن ذلك يعني أنها متورطة في الصراع الإيراني الأمريكي. في تغريدة أخرى أحمد يقول يبدو أننا نعيش أياما حبلى، تهديدات ترامب لإيران إذا كانت حقيقية فستنقلب الخريطة السياسية للعراق والمنطقة رأسا على عقب. وفي تغريدة أخرى لدينا أيضا خليفة يقول صفعة إطلاق صاروخ اليوم على السفارة الأمريكية في بغداد يضع مصداقية ترامب والولايات المتحدة على المحك. وفي آخر التغريدات لدينا حمد يقول الذي أتى بالحكومة العراقية للحكم الأمريكان، ولو تخلت أمريكا عنهم لسقط حكمهم في أيام، هل يعقل أن يعادي السياسيون والميليشيات أمريكا؟ ما يحصل أفلام هوليوود بإخراج أمريكي؟ كان هذا ما لدينا مشاهدينا الكرام. طبعا هذا الموضوع، موضوع الولايات المتحدة وإيران، موضوع أثار كثير من الشكوك خاصة بعد قضية
ضرب السفارة الأمريكية في بغداد، والتغريدة التي خرج بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مهددا إيران بأن نهايتها ستكون حتمية إذا ما فكرت بشن حرب مع أو بافتعال حرب أو باختلاق حرب مع الولايات المتحدة. حتى هذه اللحظة الموضوع يقتصر على تصريحات وتغريدات. نعم هناك أسطول متحرك، لكن هذا الأسطول لم يقدم على أي شيء يثبت ما جاء من أجله. بهذا مشاهدينا الكرام انتهت هذه الحلقة لهذا اليوم، أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.